أخبار اليوم. من زمن المباراة هدف واحد النادي الأهلي لا شيء، أو بس حضراتكم هدف هدية من محمود حمينة في وقت قاتل في الدقيقة 40 من زمن الشوط الثاني عشان فتح مبروك يزيد رصيد. بس البلدوزر ده الولد ده هو اللي عامل جو النادي الأهلي بهدف اهو لإسلام رشدي. انما لازم نرجع رمضان شكرا اللي عمل بيرفع قوي واللي اسلام رشدي اللي قال